موقف باريس أساسي في هذه المسألة، والعلاقة ما بين الرئيس قيس سعيد والرئيس إيمانويل ماكرون أيضا كانت نوعا ما علاقة مميزة. هل كيف تقيم هذا الموقف الفرنسي ومن ورائه أيضا الموقف الأوروبي؟ تحياتي لك دكتور محمد ولفريق العمل في قناتكم، للمحاورين الكرام ولكل من يتابعنا أو يشاهدنا. إذا كنت قد وصفت في مقدمتك الموقف الأمريكي بالارتباك، يمكنني الكلام عن وصف الموقف الفرنسي بالحذر. المقاربة الفرنسية إذن حذرة، باريس تراقب الوضع في تونس ولكن لا تريد أبدا الإيحاء بأنها تتدخل أو تؤثر على مسارات الأمور. يهمها نعم إنقاذ التجربة التونسية، يهمها العودة للمسار الديمقراطي، لكن ربما أسمح لنفسي أن أقول أن أفهم أن باريس تتفهم خطوات الرئيس السعيد من أجل إنقاذ الديمقراطية، لأنه منذ 2019 نلحظ نوعا من المأزق، لابد إذن من حراك ما. المعضلة حسب الدستوريين الفرنسيين، البرلمانيين الفرنسيين، النقاش الدائر في الأوساط الفرنسية، مكمن الخلل يوجد في الدستور، لأنه بعد 2014 تم تركيب دستور فيه نظام برلماني تقريبا صافي، ليس هناك من فسحة حتى للرئيس لكي يقوم بحل المجلس النيابي في حال الاضطرار أو الدعوة لانتخابات مبكرة. إذن هناك مأزق، ولذلك أمام هذا المأزق والتضارب في الصلاحيات وعدم القدرة على تحقيق اختراقات، ومع التفاقم الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية، ومع إغراق تونس بلعبة المحاور الخارجية كما في أماكن أخرى، كل هذا حدث بباريس للحذر وانتظار خطوات الرئيس السعيد مع الأمل بالعودة إلى المسار الديمقراطي. دكتور خطار، هو حذر، يعني حذر إيجابي، حذر مشجع، أي نوع من الحذر؟ لأنه بالنهاية يعني أوروبا بهمة جدا هذا الـ هذا الـ هذا النموذج في تونس، ليس فقط نموذج سياسي لكن أيضا موضوع العلاقة الاقتصادية وموضوع اللاجئين وموضوع الإرهاب أيضا. إذن أوروبا نعم هي في هذا الموضوع أمام صراع داخلي إن شئنا، أو أي تتجاذب الأوساط الأوروبية القول بأن هناك انحراف في تونس، نوع من انقلاب دستوري، وهذا سيؤدي لضرب الديمقراطية التونسية. لكن هناك وعي آخر، بعدما هدد السيد الغنوشي الأوروبيين بالهجرة غير الشرعية، وكان هناك تهديد خفي ربما بالأعمال الإرهابية من وراء الستار حسب ما فهم من أوساط أمنية فرنسية وغيرها، كل ذلك يؤدي بالبعض للقول الديمقراطية مهمة جدا، لكن بالنسبة للأوروبيين الاستقرار في ذاك الجانب من المتوسط وعدم تحول تونس إلى بؤرة كما ليبيا، كل هذا يدعو إذن كلمة الحذر كلمة مناسبة جدا. ولكن بالطبع هناك نوع من الإيجابية، وأسمي ذلك تفهما اتجاه خطوات الرئيس السعيد.